نينها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح من دون خطر جدي على حياتها. كلا، لا يجوز للأم إسقاط الجنين حتى وإن كان بويضة مخصبة بحويمن الرجل، إلا إذا كانت المرأة تخاف على نفسها من الضرر، يعني تخاف من نفسها إما تموت مثلاً إذا بقى الجنين استمر في بطنها، أو تصاب بضرر صحي كبير يؤثر على صحتها. نعم، في هذه الحالة يجوز. وكذلك أيضاً إذا كان استمرار وجود الجنين في بطن الأم يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادةً، نعم أيضاً في هذا المورد يجوز الإسقاط. في الموردين يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح، أما إذا ولجته الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتى في فرضي الضرر والحرج.